مشاهدي ومتتبعي قناة شارع نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم الرياضية عين على الكان، المجلة التي نرافقكم فيها طيلة منافسات الكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021. في دور الثمن النهائي الخيول البوركينابية تبلغ دور الربع على حساب الفهود الغابونية، ونسور قرطاج رغم الجراح وبيغرينتا الكبار أسقطت نسور نيجيريا، وأسود الأطلس في استعدادات متواصلة للقاء الملاوي. بلغ منتخب بوركينا فاسو دور الربع النهائي على حساب الغابون بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، فبعد أن ضيع اللاعب بيرتران تراوري ركلة جزاء عاد ليصلح الأمور ويعطي التقدم لبوركينا فاسو عند الدقيقة 28. لكن الفهود الغابونية رغم النقص العددي عادت في المباراة وسجلت هدف التعادل بنيران صديقة بواسطة آداما غويرا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 90 من عمر المباراة. تعادل جر المنتخبين لأشواط إضافية لكن دون جديد، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح انتهت لصالح بوركينا فاسو بواقع 7-6. مباراة للإشارة قادها الحكم المغربي رضوان جيد. وفي مباراة ثانية من دور الثمن تعتبر نهائي قبل الأوان، اصطدم المنتخب التونسي بنسور نيجيريا، هذه الأخيرة التي تأهلت بالعلامة الكاملة من دور المجموعات. نسور قرطاج رغم الغيابات وعدم وجود منذر الكبير على الدكة إلى أنها نجحت في كبح خطورة نيجيريا في الشوط الأول منهيا إياه بتعادل سلبي. ومع بداية الشوط الثاني منح القائد يوسف المساكني هدف التقدم والفوز لنسور قرطاج بعد تسديدة رائعة عند الدقيقة 47. مع إكمال نيجيريا المباراة بالنقص العددي بعد طرد اللاعب أليكس يوبي عند الدقيقة 66. ولتعيد تونس وتؤكد أن الميدان هو الفيصل وأن الترشيحات على الورق أكل عليها الدهر وشرب، وأن الأدغال الإفريقية ما عادت يسيرة بالضعيف والقوي. وتتواصل مباريات دور الثمن بمباراتين من يومه الاثنين بكل من غينيا وغامبيا، هذه الأخيرة التي تريد أن تكمل مغامراتها وتواصل المفاجأة، ثم مباراة أهل الضيافة الكاميرون مع جزر القمر التي خلقت الاستثناء. أما عن جديد أسود الأطلس فالاستعدادات متواصلة لملاقاة الملاوي، مباراة يأمل فيها رفاق سايس وسفيان بوفال بالفوز لطرد شبح مباراة البنين الذي ما زال يلازم قلوب المغاربة، مباراة سيغيب عنها فيصل فجر بسبب إصابته بفيروس كورونا، فيما عاد الحارس ياسين بونو ليواصل الاستعدادات أيضا بعد تعافيه من إصابة طفيفة، مشيرا إلى أن أشرف حكيمي سيكون جاهزا للمباراة أيضا بعدما غاب عن حصة تدريبية، وهو الأمر الذي فتح الشك للكثير من المتتبعين. مباراة بكثير من الهواجس يأمل فيها وحيد خليل زيتش أن يصنع الفارق ويعبر بالأسود إلى دور ربع النهائي. وصلنا لنهاية هذا العدد من مجلتكم الرياضية عين على الكان، لمزيد من الأخبار والتفاصيل www.sharianews.ma مع أطيب المنى.